بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 6 حول درس المستقيم المدرج ومعلم المستوى لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2018-2019. M و N نقطتان من مستقيم مدرج، أصله O بحيث أفصول M أصغر من أفصول N، والمسافة MN تساوي 4.6، والنقطة N ذات الأفصول 2.8. أحسب أفصول M. يلا أنقل هذه المعلومات في دفتر التمارين ثم أنجز هذا التمرين، سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا الآن نبدأ عملية التصحيح. الجواب لنحسب XM أفصول النقطة M، نرمز لأفصول النقطة M غالبا بالرمز XM. يلا كيف سنبدأ؟ نعم، نعلم أن أفصول M، قيل لنا أن أفصول M أصغر من أفصول N. XM أصغر من أو يساوي XN، أو نكتبها كذا باللغة العربية، أفصول M أصغر من أفصول N. إذن المسافة MN تساوي XN ناقص XM حسب ما جاء في الخاصية، حسب الخاصية. إذا المسافة بين النقطتين تساوي الأفصول الأكبر ناقص الأفصول الأصغر، وما دام أفصول N هو الأكبر إذن غادي نكتبو XN ناقص XM. واضح؟ يعني ثم نعوض، المسافة MN كما ترى هي كان مكتوبة الفوق هي 4.6، إذن غادي نعوض MN ب 4.6. أفصول N كما ترى أيضا هنا هو 2.8، إذن غادي نعوض XN ب 2.8، هي 2.8 ناقص XN. وهكذا حصلنا على معادلة المجهول فيها، هذه هي المعادلة المجهول فيها هو XM الذي سنبحث عنه. نواصل، يعني إذا غادي ناخذ ناقص XM ونديوها الطرف الأول، وفي نفس الوقت ناخذ 4.6 ونقلوها للطرف الثاني. إذا ناقص XM إذا جات للطرف الأول غتولي زائد XM، أو XM تساوي 2.8 ناقص 4.6. لا تنسى عند انتقال حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. إذا خذينا ناقص XM اللي كانت في الطرف الثاني أو نقلناها للطرف الأول بتصبح زائد XM أو باختصار XM، وفي نفس الوقت خذينا 4.6 ونقلناها للطرف الثاني فصارت ناقص 4.6. يعني XM تساوي ماذا؟ يلا أحسب 2.8 ناقص 4.6. إذا النتيجة هي ناقص 1.8. إذا أفصول نقطة M هو ناقص 1.8. أفصول M هو ناقص 1.8، وكما ترى لا نحتاج إلى تمثيل النقط على المحور، استطعنا الإجابة دون اللجوء إلى المحور. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج زيتون مراكش. إلى اللقاء.